أهلا بكم. أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرا جديدا تحت عنوان مصر ودول بريكس فرص واعدة، وذلك في إطار سلسلة التقارير المعلوماتية التي يصدرها المركز. وأشار مركز المعلومات بمجلس الوزراء إلى أهم المكاسب الاقتصادية المتوقعة لانضمام مصر لدول بريكس، ومن بينها خلق فرص وأفاق تعاون مستقبلية واعدة بين مصر ودول المجموعة، وتوسيع الصادرات المصرية إلى دول بريكس مع الاستفادة من الاتفاقيات التجارية مثل السوق المشتركة للجنوب ميكروسور، لتصبح مركزا يربط إفريقيا وأسيا وأمريكا الجنوبية، مع زيادة الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى مصر وتأمين احتياجات الدولة من السلع الاستراتيجية. نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا تضمن عروضا معلوماتية تسلط الضوء على النتائج المبشرة لنجاح منظومة التطوير الشامل لقطاع الغزل والنسيج، وذلك في الطريق لاستعادة أمجاد إحدى أهم الصناعات الاستراتيجية. وافقت الحكومة على صرف 307 ملايين جنيه تمويلا جديدا للمشروع القومي للبتلو لعدد 426 مستفيدا من صغار المربين وشباب الخريجين، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة. بهذا يصبح إجمالي ما تم تمويله للمشروع حتى الآن أكثر من 8.5 مليار جنيه لنحو 43,500 مستفيد لتربية وتسمين أكثر من 505,000 رأس ماشية لتوفير المزيد من اللحوم والألبان. أشاد المواطنون بمحافظة سوهاج بمعارض أهل رمضان والتي تم افتتاحها بمختلف مراكز المحافظة، وتهدف تلك المعارض إلى توفير السلع الأساسية للمواطنين خلال الشهر الكريم، حيث تشهد المعارض إقبالا كبيرا من المواطنين لتوفر جميع السلع الأساسية بأسعار مخفضة عن الأسواق، بينما تشهد هذه المعارض متابعة من الجهات المعنية للتأكد من الالتزام بالبيع بالأسعار المخفضة مع ضمان جودة المعروض من السلع بما في ذلك جودة اللحوم البلدية والمجمدة المعروضة. طبعا الدولة موفرة كل السلع الغذائية في معارض أهل رمضان بأسعار مناسبة ومخفضة. بالنسبة للحوم البلدي، احنا دورنا كطب بيطري بنمر على كل منافذ بيع اللحوم ومنتجاتها والدواجن والأسماك، ومنها منافذ معارض أهل رمضان للتأكد من جودة وصلاحية اللحوم المعروضة في المعارض. طبعا المعرض هنا بيبيع اللحوم البلدية سعر الكيلو 300 جنيه، سعر في متناول المواطن العادي. فاحنا كطب بيطري بنحب دايما نمارس الدور الرقابي، أو من واجبنا الدور الرقابي على المنتجات والسلع الغذائية الخاصة بالإنتاج اللحوم ومنتجاتها. المعرض متوفر فيه جميع المنتجات والسلع للمواطنين بأسعار مخفضة، وموجود بسلعات رمضان واليميش بتاع رمضان. احنا نتمنى ان المعارض دي تستمر معانا طوال العام. المعارض موجود في العارف بمحافظة سوهاج، والمعارض موجودة على مستوى الجمهورية. احنا بنتمنى ان المعارض دي تستمر والدين معانا بالأسعار المخفضة المتاحة لجميع المواطنين. وإلى خبرنا الأخير في هذه الوقفة الاقتصادية، حيث أكد صندوق النقد الدولي أن أي انخفاضات في أسعار النفط أو تمديد لتخفيضات أوبك بلس قد يؤثران على حسابات العراق المالية والخارجية.
وأضاف الصندوق أن العراق يحتاج إلى زيادة الصادرات غير النفطية والإيرادات الحكومية وتقليل التعرض الاقتصادي لصدمات أسعار النفط. وأشار صندوق النقد إلى أن العراق يحتاج إلى نمو أعلى وأكثر استدامة في القطاع غير النفطي لاستيعاب القوى العاملة سريعة النمو، وأن التقديرات تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي للعراق 6% في 2023 بعد توقف النمو في 2022.